مصر للإنتاج والتوزيع تقدم
انا ما متتش لا. خبر موت الاستاذ عمر الله يرحمه شفته في تنفيذ امبارح زي ما 12 كده النهارده بالظبط، وانا قبلها بدقيقه واحده كنت شايفاه خارج من الجريده. اقطع راس الافعى بايد عدوك. أستاذ عمر؟ أيوة مين؟ مش مهم، مش مهم أنا مين. المهم توعدني إنك تبص على السجاية دي. السجاية دي ممكن يبقى فيها الحل. إزاي؟ أنا خدتها ووديتها لواحد فكلي الكود اللي عليها، بس لقينا شوية أرقام أنا مش فاهمها. أنت مش لسه بتشتغل في الرياضة برضه ولا إيه؟ يعني شغال حسابات وكله منفذ على بعضه. أنا مش عارف، بس أنا حاسس إن أنت اللي هتقدر تحلها لي. أنا حاسس إن هنا المشكلة. وين الحل؟ اثبت عندك. هو فين؟ بقولك ما شفتش حد. بعدين انتوا مين وعايزين ايه؟ احسن لك ما تسالش. وامل لك ما تعرفش انت بتتكلم مع مين. ولو اتضح بقى ان انت بتداري عليه مش هتلوم غير نفسك. لما ليه ما طلعش ميت ونازل من بيتي وانت بتديني شيك بمليون جنيه عشان تريحي ضميرك؟ بص يا سيدي، السعدي مش هيخرج من القضية دي، وانت مفيش عقل بيقول انك ممكن تدان بالسب والقصف. سب وقصف ايه؟ انت قلت الحقيقة. ده الموضوع طلع بجد، ده انت عايش بقى. اسف ان انا خيبت ظنك. بصراحة ربنا انت خيبت ظني فعلا، وانا مش مبسوط. لا اطمن سعادتك يا فندم، محدش عارف عن الموضوع ده أي حاجة خالص. إحنا قلنا نجيبه لحد عندك وتطمن عليه بنفسك. لا أنا كده مطمن. في حاجة بس كنت عايزك تأكدها لي. يعني انت عشان عايز مني مساعده هتخليني اخد الارض دي بالتمن ده؟ الكلام ده مظبوط؟ تقدر تقول كده. الله، امال فين بقى المبادئ وشرف المهنه والكلام اللي انت فالقني بيه ده؟ والدوله باعتها لواحد مش قادر يسدد ثمنها، انت هتشتريها مني؟ العكس، ده انت اول مره كده هتتعامل بالقانون. قانون؟ قانون ايه يا عمر؟ يا عمي انا مفيش حاجه بكرهها في حياتي غير الطريقه الساذجه اللي انت والمثاليين زيك دي بيحللوا بيها الامور. القانون الوحيد اللي ماشي في البلد يا عمر، انزلوا الارض عشان تشوفوه كويس هو اللي تقدر عليه اعمله. والقانون ده بقى شغال من قبل الثوره وبعد الثوره بتاعتكم كمان. ما هو اكيد واحد زي حضرتك عايش على الفساد هيبقى ده رايه. يا عم اقعد لنا على جنب بقى، بلا فساد بلا نيله. ما انت اهو متهم بالتخابر برغم صفحتك ناصعه البياض من الشرف والامانه. خدت ايه؟ ها؟ نيشان؟ نجمة؟ لا، انت ما خدتش حاجة. انت بالعكس متهم ان انت خاين وممكن تكون جاسوس. انا مش مستني جايزة، مش مستني جايزة صدقني. واللي انا فيه ده هحله هحله. وانا مش فاسد والناس ملايكة يا عمر، انا بس اشطر وخلاص، والموضوع مجرد حقد زي ما قلت لك. اديني اهو سلمت لهم الارض بقالها كتير، عملوا بيها ايه؟ ولا حاجة، بلا خيبة. انا على الاقل كنت حبنيها وعمرها بدل ما هي خرابة. وبص يا عمر، الفساد اللي انت بتتكلم عنه ده، دي الصورة العادية للحياة اللي احنا عايشينها. جرى ايه؟ يعني انت عمرك ما شفت واحد حرق الإشارة ولا مشي عكس الاتجاه؟ عمرك ما شفت حد بنى مخالف للقانون؟ ما سمعتش عن أي مواطن ادى رشوة لأي موظف في جهة حكومية عشان يخلص له مصلحة؟ طيب بلاش دي. عايز تقول لي إن الجرسون اللي هو بتاع الفول والطعمية يعني،
عشان يديلك بطاطسايتين زيادة بعيداً عن عينين صاحب المحل، يعتبر إنه هو فاسد عشان أنت في النهاية هتديله بقشيش؟ يا راجل الكلام في المواضيع دي عمره ما جاب نتيجة. معك حق. لو عايز تعرف بقى منتهى سعادتي إن أشوفك متمرمط ومسجون وبتتلطم، بس أنا راجل بقى بزنس مان وعايز أقول لك الموضوع الأرض اللي كلمتني عليه ده احتمال يطلع صفقة كويسة. احتمال برضه؟ احتمال طبعاً، أنت راجل هربان، حتى لو ما طلعتش جاسوس أنت أكيد متورط في بلوى مسيحة. ثم أنا مش عارف أنت عايز مني إيه دلوقتي. أنا كل اللي أنا عايزه مكان كده أقعد فيه كام يوم بس يبقى أمان، وعايز فيه جهاز كمبيوتر وشوية فلوس عشان تبتدي. يبقى كتر خيرك. وإيه كمان؟ في عربية، عايز أعرف العربية دي بتاعت مين بالظبط، وعايز أي معلومات ممكنة أو غير ممكنة عن لواء اسمه كمال سيدي، ووعد مني الأرض في خلال أسبوع هتبقى بتاعتك. اتفقنا؟ ماشي اتفقنا. يا سادة أنا مش عاوزكم تقلقوا من حاجة خالص، أنتوا قاعدين مع ضياء الحلم. وما أدراكم ما ضياء الحلم. حبش تتكلم عن نفسي كتير. المهم الموضوع بتاعكم بسيط، مشكلة الضرايب أنا قعدت مع المحاسب القانوني بتاع الشركة وهو فهمني إنها في طريقها للحل بإذن الله. أما الموضوع التاني لجوءكم للتحكيم الدولي فأنا عايزه يبقى الكارت الأخير. حضراتكم بتتعاملوا مع حكومات مصرية من 80 سنة وأكتر، وعشان كده إحنا لجأنا لحضرتك لأنك دلوقتي ماسك قضايا الحكومة المصرية. إحنا متفقين. تمام. زي ما بقول لكم كده أنتوا جيتوا بالراجل الصح في المكان الصح. اتفضل. إيناس تعالى يا حبيبي. إيناس، إيناس السكرتيرة بتاعتي، من أشطر وأمهر الموظفات اللي عندي في المكتب، عشان كده أنا خليتها السكرتيرة الخاصة بتاعتي. إيناس بقى ثواني، إيناس بقى تبقى بنت مين؟ عبد الحميد صبح. مين عبد الحميد صبح؟ فين؟ ما تعرفوش؟ لا للأسف. ده ثواني يا حبيبتي أنا بتكلم. عبد الحميد صبحي يبقى كان من أهم العملاء اللي عندي هنا الحقيقة، هو وصديق عزيز جدا، بس هو عيني تعثر في فترة من الفترات كده في دفع الأتعاب، فقلت أخد بنته وتشتغل سكرتيرة تخليص حق. أيوه في موضوع مهم جدا. عندكم بنات؟ أصل هو كان في شيك متأخر بس أوكي هنتكلم في الموضوع ده. التليفون ده اتصل بحضرتك وقال لك إيه ده؟ أنت إزاي ما تقوليش أول ما تخش حاجة؟ حضرتك كنت مشغول في قصة حياة بابا. طيب أوكي. انا بعتذر لحضراتكم، انا راجع ثواني على طول. اتفضل. فين؟ مش عاوزكم تتحركوا في اي حته زي معتز البرتش ما بيقول. شفت الحلقه؟ انا ثواني ثواني. اتفضل يا فندم. الو، اهلا يا استاذ ضيف. اهلا وسهلا بحضرتك. انا عارف انك مشغول قوي بس ضروري اقابلك. يا فندم حضرتك شرفني في اي وقت، ده انا كمان ممكن اجي لك لغايه عندك والله. طيب يا فندم بكره 4 العصر. كويس قوي. كويس. تحت امر فندم. تحياتي. مع الف سلامه. ها يا فندم حضرتك شرفني في اي وقت. وبكده بقى يا فندم نقدر نسجل كل مكالماته اللي هو بيعملها سواء من تليفونه الارضي او من موبايله. هاي ضروري عمر هيتصل بيه في خلال ايام. المره دي يا شكري لازم نكون مستعدين. مستعدين كويس قوي. اتفضل. المفتاح ده مفيش منه نسخه تانيه، محدش هيزعجك هنا، خد راحتك على الاخر. بلاش، مش هاخد راحتي قوي. المكان هنا متجهز، في نت وفي لابتوب في غرفه النوم وتلفزيون ودش. بواب العمارة هيعمل نفسه مش واخد باله منك ايا كان اللي هتعمله او هتستضيفه هنا. هو واخد على كده. اتفضل. لو عوزت اي حاجة هاتها دليفري من التليفون. اشكرك يا جميل قوي. حضرتك تقدر تشكره بنفسك، كلها كام يوم ويبقى موجود بنفسه هنا.
انت كنت تعرفي ان عمر عايش؟ انت جايبني هنا عشان تسالني نفس السؤال اللي سالتهولي في المكتب واللي سالتهولي في البيت؟ بصراحه انا مش عارفه اجاوب على السؤال ده، وكمان مش عايزه اتخانق معاك. انا هقول لك الحقيقه. وايه هي الحقيقه؟ الحقيقه انا كنت متاكده ان عمر مات، كنت شاكه ان انت اللي قتلته. يا سلام، مش انت جيت لقيتني قاعده مع بابا قبل ما اتخانق معاك واسيب البيت؟ ايوه. كلمته في التليفون وقلت له ان انا خايفه منك وشاكه ان انت ليك يد في موت عمر. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مش مصدقني؟ اسال بابا، وانت عارف كويس ان بابا مش بيكذب الا بقى لو كنا عاملين عليك مؤامره. انا اقتل عمر؟ وانت كنت بتقول كلام غريب قوي في التليفون، هنخلص منه، كلام عصابات. بصراحة أنا كنت خايفة منك قوي. بتضحك؟ ما أنت فعلا ليك حق تضحك. ما هو أنت في يوم هتيجي البيت تلاقيني ميتة بأزمة قلبية. وأنت كنت هتقولي لي إن عمر عايش؟ ردي عليا. ليه كده يا شيخ؟ ليه؟ أنت طيب وابن حلال، بس سوء النية بيسبق كل حاجة عندك. أنا خلقتي كده، وبعدين مفيش حد يقدر يستحمل إنه يشوف راجل نازل من بيته من غير ما يبقى عارف، وبعدين ده مش أي راجل، ده اللي كان متجوز مراتي. عاوزين أفكر في إيه؟ عاوزين أفكر إزاي أصلاً؟ ما أفكرش. أكيد طبعاً كنت هقولك، بس أنت ما اديتنيش فرصة. استريحت؟ وعمر عمل إيه؟ وإيه اللي حصله ده؟ عمر، عمر الله يكون في عونه، أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل له ده. هشام، لولا أنا وعمر اتجوزنا ما كنتش أنا وإنت اتقابلنا. يا توافق بالحاجتين دول يا تلغيهم من حياتك تماما وتبطل تعذبني وتعذب نفسك بقى. الو. ايوه رضوى، قريت المسج اللي بعتها لك؟ رساله ايه؟ مش مهم دلوقتي. عملت ايه مع ياسر؟ ياسر اتعامل معايا بطريقه غريبه جدا، وبعدين اداني عنوان زينب وقال لي ان هي ممكن تساعدني. انا رايحه لها دلوقتي. طيب اول ما تخلصي معاها روحي البيت كده، افتحي المسج هتلاقيني كاتب لك اسم، الاسم ده هعمل لك بيه اد على الفيسبوك. اوكي حاضر. بس هو في مشكله واحده. إيه؟ البوليس اللي بيراقبني وماشي ورايا ده عامل فيه ايه؟ انت فين دلوقتي؟ انا معديه على المهندسين. طب ليكي اي واحده صاحبتك في المهندسين؟ يعني اه. وانا هقول لك تعملي ايه. ده شكله وحش قوي، وانا قلت اكتر من مره هبص عليه كمان شويه. واللي تحتيه من فضلك. ها ازيك؟ الحمد لله. انا عايزاكي في خدمه. طبعا اموري. انت كويسه؟ شكرا.
خير. زينب موجودة؟ لا مش موجودة. مين حضرتك؟ أنا رضوى المديرة بتاعتها في الجورنال. لا زينب مش موجودة. هي اللي كلمتني وقالت لي إن أنا جيلها. يعني أنا بكذب عليكي؟ تخشي تفتشي البيت جوه؟ لا لا خالص العفو، أنا مش قصدي إن حضرتك بتكذبي، بس أصل أنا جاية من مشوار بعيد قوي والدنيا زحمة. خلاص خلاص لما تيجي أخليها تتصل بيكي بالتليفون. طب هي هتتأخر، ممكن أستناها شوية. هسيب الشغل. لما كلمتيني ما صدقت، قلت لازم اقابلك لاني بجد محتاجه حد فضفض معايا. انا سهيت امي بالعافيه عشان اعرف اهرب من البيت واجي قبلك، وربنا يستر بقى اللي هتعمله بعد ما ارجع. انا حصل لي مشاكل كتير قوي ومش هقدر اشتغل الشغلانه دي تاني. ده بسبب حاجه ليها علاقه بعمر؟ هو انت عايزاني بسبب الموضوع ده؟ انا برضو بطمن عليكي، بس بصراحه هو ده السبب الاساسي. انا رحت لقاسر وقال لي ان انت ممكن تفيديني. رحتي لقاسر ليه؟ ايه اللي انت عارفاه يا زينب؟ انا اضطريت انا واهلي بسبب الموضوع ده، وبجد مش هقدر اقول اي حاجه تانية، كفايه اللي جرالي. ما هو اللي جرالك ده مش هيخلص ابدا غير ما تتكلمي وتقولي الحقيقه. انا عارفه ان انت تعبتي وضحيتي كتير، يعني دفعت ثمن غالي، كل ده هيضيع لو ما اتكلمتيش. انا ابويا اتنقل من شغله وخيت لفقت له تهمه ودخل السجن بسبب الموضوع ده. ايه؟ انا غلطانه اني قابلتك. زينب اللي انت هتقوليه محدش هيعرفه. نفس الكلام اللي قاله ياسر بالظبط. عمر بريء. أستاذ عمر مات والحي يبقى من الميت. عمر عايش، عايش ما ماتش، بس ممكن يموت وممكن يتقتل لو انت ما اتكلمتيش. أنا ما
اعرفش انك هتكلميني في الموضوع ده، والله ما اعرف. طيب انا هقولك على كل حاجه، بس اقسم بالله لو حد عارف اني قلت لك اي حاجه لاكون مموته نفسي، عشان مش عايزه اي حد من اهلي يتاذي تاني بسببي، فاهمه؟ كبار وايديهم طايله وممكن ياذوكي. لا ما تقلقيش، ما يقدروش، لان انا اصلا بالنسبه لهم ولا اي حاجه، واللي كان ينفع اقوله قلته وخلاص. اطمني بقى يا ماما. اطمن ازاي بس؟ انا مش هطمن الا في حاله واحده، اما تبعدي نفسك عن القصه دي كلها وترحمي نفسك وترحمينا يا زينب. حاضر يا ماما، من بكره ان شاء الله هنزل ادور على شغل، وهبعد نفسي وهبعدكم يا ستي عن المشاكل دي كلها. انا ما كنتش اعرف ان المشاكل دي كلها هتحصل بسببي، والله العظيم ما كنت اعرف. انا اسفه بقى، سامحيني. ربنا يسامحك يا زينب، يصلح حالك يا بنتي، ابعد عنك ولاد الحرام يا رب. بقول لك ايه يا حماده، انت تفضل قاعد كده؟ اعمل ايه يعني؟ انزل اتحرك، شوف لنا اي حاجه ناكلها. انزل يعني؟ ايوه انزل. انا هدخل الحمام، على ما اخرج تكون جيت. بقول لك ايه طيب؟ في موضوع مهم عايزك فيه. ايه؟ في واحد جه هنا وسال عليك. طيب لما ترجع لما تشوف الموضوع ده. معرفش ان انت عايش، والله العظيم ما اعرف. بس عارف انا هنا ليه صح؟ ليه؟ انا اضيع استهبال يالا؟ انا مش فاهم هو في ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ انا ما عملتش حاجه غير شغلي. ما تسيبوني في حالي، كلكم بتكلموني ليه؟ ما تكلم الاستاذ جابر. يعني جابر هو اللي ادى امر بالنشر؟ امال هنشره من غير ما يقول لي؟ المصدر. مين المصدر؟ ومش همشي من هنا غير لما اعرف هو مين. خد بالك انا ميت. قدام الناس وقدام القانون انا ميت. يعني لو ارتكبت جريمة قتل لا هيتقبض عليا ولا هيتوجه لي أي اتهام، فاهم؟ آه فاهم. انتوا عايزين ايه يا أولاد الكلب؟ ايه؟ هموت. لو قلت لي احتمال تعيش، لكن لو ما قلتش هتموت هتموت. الموضوعين اللي اتنشروا كانوا جايين من مصدرين غير بعض. موضوع التخمر اتنشر بأمر من الأستاذ جبر. موضوع ان هم لقوك مات جاي من حد تاني. حد تاني مين؟ لحد هنا ولا ما اعرفش. انت حد تاني مين؟ ما اعرفش. اقول اقول تمام. ضابط ابن دوله اسمه اللي هو سلامه. انت تعرفه منين؟ انا شغال معاه من سنين. مخبر يعني؟ من 6 سنين اتمسكت بحشيش وكنت هلبس قضية واتفصل من وظيفتي. الضابط ده اتدخل وحل المشكلة بشرط اني اتعاون معاه، بس انا ما كنتش ببص على حد ولا هو كان عايز كده. كل المطلوب مني انه بيكلمني انشر له اخبار او مواضيع زي الموضوع بتاعك، وساعات كان بيجيني الموضوع مكتوب جاهز. كل اللي بعمله اني بجمعه وانزله. وجبر
ما كانش بيقرا المواضيع دي. الاستاذ جبر كان مديني اوامر ان انشر اي حاجه تجيني من المصدر ده، بس اقول له الاول عشان يظبط الصفحه. يعني جبر كمان مخبر؟ طب لما جبر كده مظبط معايا يعني بيلجأ لك انت ليه؟ معرفش، يمكن عشان يبقى مسيطر على الكل ويطمن ان الموضوع بتاعه هيتنشر زي ما هو عايز. ساعات كمان كان بيكلمني في التليفون اقرا له الاخبار قبل ما تتنشر بيوم ويعدل فيها حاجات، بس انا عمري في حياتي ما قابلته. يا راجل كل التعامل بينا كان بيتم من خلال التليفون، وانا لما كنت بحتاج اي خدمه او يطلبوني اروح الجهاز كنت بتعامل مع ضباط تانيين شغالين معاه، لكن عمري في حياتي ما قابلته ولا اعرف عنه اي حاجه باستثناء انه هو واسمه سلامه، وحتى ده مش حقيقي، لان مره قلت لضابط من اللي شغالين معاه سلم لي على اللواء سلام فما خدش باله وانا بتكلم عن مين، فعرفت انه اسمه الحركي. وانا قاعد معاك بقى هنا لغايه لما تقول لي اوصل للواء سلامه ده ازاي. انا اعرف واحد ممكن يوصلك. مين؟ بس طلعني من ام الموضوع ده وما اشوفش وشك هنا تاني، لا انت ولا اي حد تاني. انا ماليش سيطره على اي حد، ولو كنت بتبعتني وبتضحك عليا فانت هتشوفني مره واحده بس قبل ما اخلص عليك بالظبط. طب ولو كنت بقول لك الحقيقه؟ على حسب، عايز اعرف حاجه تاني هاجي لك برضه تاني. حوار الحشيش اللي انا اتمسكت بيه ده اللي قلت لك عليه من شويه، لما دخلت الحجز اتعرفت بواحد هناك اسمه حماده الرئيس، مسجل خطر واكبر تاجر مخدرات، هو اللي فتح معايا كلام لما عرف ان انا شغال في الصحافه، وقال انه هيخرج وان القضيه بتاعته اتظبطت لانه شغال مع اللواء سلامه، وقال لي كمان لو انا عايز اخرج من المشكله بتاعتي دي اوافق ان اتعاون مع اللواء سلامه. معرفش بقى اذا كان عمل كده من نفسه ولا اللي هو زقه عليا عشان يجندني، بس انا خدت تليفونات حماده ده وكلمته كذا مره ورحت اشتريت منه حشيش وبنجو. ولواء زي ده يجند تاجر مخدرات ليه؟ معرفش، بس كل اللي اعرفه متاكد منه انه حماده الرئيس ده هو اللي ممكن يوصلك ليه. على فكره انا هدي لك كل تليفوناته وعنوانه. بس أرجوك حل عنك.